وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على المعتمرين والمصلين ما يقارب من 2 مليون عبوة من مياه زمزم ذات الاستخدام الواحد. وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام أحمد الندوي أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المعتمرين والمصلين والصائمين. وينضم إلينا من مكة المكرمة من إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام هاني الحربي. أخ هاني، واضح أن العبوات مختلفة وأنها للاستخدام لمرة واحدة، فكيف تم ذلك ويعني آليات التوزيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونحيي السادة المشاهدين والمستمعين ونرحب بكم. قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم بوضع الخطط والاستعدادات لاستقبال المعتمرين والزوار والمصلين، حيث تم تثبيت فرق خاصة على مداخل المسجد الحرام وعلى المشايات الرئيسية وفرق صحن المطاف، وكذلك أخي في عامة المسعى على جبل الصفا نزولا إلى المروة. نعم. وتقوم هذه الفرق بتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك ذات الاستخدام الواحد وهي بحجم 330 متر تقدم ومبارك. حجم كم؟ 330 متر تقدم باردة. طيب، وفي أثناء التوزيع يعني بالتأكيد أنه تم الاستغناء عن الآليات السابقة فيما يتعلق بوجود المواقع التي يمكن أن توزع فيها المياه. صحيح يا أستاذ عبد الله، يصل عدد العبوات يوميا ما بين 45,000 إلى 60,000 عبوة أوقات الذروة في يوم الجمعة وأيام الصيام الاثنين والخميس، وتقوم على متابعة هذه العبوات حوالي 600 عامل يشرف عليهم حوالي 128 موظف من إدارة سقيا زمزم، يقومون بتوجيه والإشراف عليهم والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية. جميل. مثل لبس الكمامة والتباعد الجسدي. نعم، إذن المليون عبوة هي وزعت على مدى كم يوم حتى الآن؟ ما بين 5 إلى 6 أيام تقريبا. وكما ذكرتم 600 عامل و128 مشرفا في كل أنحاء الحرم من المداخل وفي الساحات وفي المسعى. صحيح أستاذ الكريم، يقوم عليهم حوالي 128 موظف من إدارة سقيا زمزم. نعم، الأستاذ هاني الحربي من إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام، شكرا جزيلا لك.